تكونوا دائما على خير وبخير وبصحة جيدة وانتم كتشاهدوا الفيديو ديال اليوم. اتمنى انا اصلا ديما تكونوا على خير وبخير. لاباس عليكم اش كتعودوا. بالنسبة اليوم جيت بلفة حجاب اللي ساهلين بزاف وصيفيين ورائعين بزاف وكيبقاو يعني مشدودين ما كيتنصطوا لك حتى شي حاجة، ولفات صيفيه رائعه. نتمنى ان الفيديو نال الاعجاب ديالكم. فاحنا في فصل الصيف كنعرفوا اننا نختاروا الوان اللي هي تكون مفتوحه، الوان رائعه، الوان يعني كتجي مع الصيف. انا غنوريكم الالوان اللي اختاريت انا صيفيين اللي غندير لكم بهم لفات، وغندير لكم باول لفه هي انا هذه اللي دايراها اللي سهله وبسيطه، هي اللي كندير تقريبا كتجيني سهله وانها كتجيني خفيفه، ما كنقدرش انني كتجيني عاديه. فوالا، بلا ما نهضر بزاف غنخلي لكم الانستغرام ديالي هنا اللي كنخلي فيه ايضا لفات حجاب اللي كيكونوا ساهلين بالنسبه للمبتدئات. وفوالا هاد الشدات اللي غنعطيهم لكم تقدروا ديروهم في المدرسه، المدرسه، الجامعه، اي بلاصه مشيتي لها راه تقدر ديري هاد لفات حجاب. فغادي نخلي لكم الانستغرام ديالي هنايا، هنا فوالا، هنا في كنخلي فيه كلشي. ومرحبا بكم من جديد، واللي ما مشتركش بالقناه ديالي يشارك بالقناه ديالي باش نكبروا العائله ديالنا، وتخليو لي كومونتير زوينين ديالكم واخا كيكونوا قلال راهم كيعجبوني. وايضا ضغطوا على زر الاشتراك وتفعيل الجرس باش يوصلكم اي جديد ديالي. وكنحماق عليكم كاملين كاملين، وشكرا لكم بزاف على الدعم ديالكم، والناس اللي مدعميني كنشكركم بزاف بزاف. بلا ما نسيتو الهضره كندوزو لا فيديو وغتشوفوا لفات الحجاب اللي موجوده لكم. اختاريت لكم الموطارد حيت الموطارد اللون المفتوح كيجي مع اللون سواء كنتي سمراء سواء كنتي بيضاء، كيجي مع جميع الوان لون البشره وتعطيك نضاره. واللون الموطارد او الاصفر كيعجبني بزاف، عندي لكم به لفه سهله وبسيطه اللي كلشي عارفها وهي غير للمبتدئات، كتجي زوينه زوينه. وخليكم مع الطريقه باش تشوفوا كيفاش غادي ندير ليها.
في النيتات وما فيهاش حتى هاد الفيليلات هما هادو باش كتعجبني كتجيني كنحزمها بحال هاد الطريقه وكتجيني فريمون عاديه وكتعجبني انني نديرها هكا على راحتي انني نقدر ندوي ان البرد ما يقدرش يطير لي الشده حيت عارفه راسي انني شاداها وكتجي كيوت ومن هنا البنات كتجي عاديه ما فيها حتى شي حاجه فوالا هاد الشده اللي غنصحكم بها زوينه بزاف انها كتعجبني وجربوها وشوفوا كي غادي تجيكم فوالا كتعجبني بزاف واختاروا شي لوينات اللي يكونوا زوينين شي شوميز ولا شي كسيوات اللي يكونوا زوينين للصيف انا هذه فيها جميع الالوان نقدر نديرها مع اي كولور فوالا ونتمنى هذه اللفه عجبتكم اللفه الثالثه اختاريت واحد اللون اللي لون زوين هادي كيعجبني فغادي ندوز نشوف نكتشفوا هذا اللون فوالا هذا هو اللون اللي تيعجبني البنات وهذا صراحه تيحمقني كيعجبني ما عرفتش علاش انا اللون ديالو كيجي زوين بحال هكا وكنختار شي زيوف اللي يكونوا خفاف ما يخنقوك ما حتى شي حاجه في الصيف ما كتبغيوش ديروا شي لفات يكونوا مكروزين فانا جبت لكم هاد اللفات العاديين اللي تقدروا ديروهم فغادي ندير لكم باللفه خليكم مع الفيديو شي شوميز ما كنبغي ان الشوميزه تبان فكندير هاد الشوميز تبان فكندير هاد اللفه فوالا وتنخلي هنا الشوميز الا بغات تبان واللفه كتجي عاديه بالنسبه البنات القميجه ولا اي حاجه غتلبسيها فكتجي زوينه بزاف وبهذه الطريقه نتمنى ان هاد اللفه كانت نالت الاعجاب ديالكم حتى هي كنديرها صراحه سهله ما كتحتاج شي حاجه غير جوج فنيتات وما كتحتاجش هذه اللي كتكون هنايا فوالا كتجي هكذا وكتجي زوينه وهاد اللفات اللي عطيتكم للجميع اللي عندهم وجههم ضاير وجههم طويل راه كتجي فوالا باش تعرفوا هكذا والتلوينات اللي اختاريت لكم راه صيفيين وزوينين فوالا دابا غادي ندوزو لواحد اللون اللي ديجا درتو ولكن غندير لكم بجوج لفات كيجيو حتى هما زوينين خليكم مع الفيديو باش نكملو لفه الحجاب فهذه اللفه انا اللي كتعجبني الصراحه كنزعم اني نديرها بزاف لكن تلبس كسيوة ولا كنت غدا معروضه فهذه اللفه اللي كندير فوالا هذا هنا الصومو اختاريت الصومو حيت مفتوح لون كيفتح لي البشره ديالي فانا بيضاء وكيزيد هو كيعطيني اشراقه فهذا هو اللون البنات وهذا هو الزفرة ماشي بحال الاخر الاخر حتى هو صومو مي هو ليكرا هذا الزيف زوين حتى هو هانتوما شوفوا حتى هو كيعجبني وغندير لكم بجوج لفات حجاب شوفوا معايا وطويل الاخر قصير مي هذا طويل فوالا خليكم مع الشدة you
سهلة هذه تقدري ديريها في المدرسة كتجي زوينة البنات بسرعة كديريها بسرعة ما كتحسوش انك تبقاي مضاربة معاها فشد زوينة هانتوما كتعجبني فغندوزو اللفة الاخرى اللي انا كنديرها كتعجبني تهي بالنسبة انها كتجي لكان الزيف طويل كتجي هي لفة عادية وزوينة دابا غادي نشد دابا هاد الزيف هذا اللي هو كيعجبني خفيف شدة عادية تهي على هاد الطريقة غادي نشد بحال هكا كتجي سهلة بزاف لواحد الطريقة واحد الدرجة سهلة سهلة ما تصوروهاش كتجي زويلة بحال هكذا تقدروا ديروا معاها نضيدرات ديال الشمس تقدروا ديروا شابو ديال الصيف انكم تكونوا غادي ديال البحر فهذه هي اللفة اللي كنديرها تقريبا اختاريت لكم ربعة ديال الالوان اختاريت لكم البيج اختاريت لكم صومو الموتارد اختاريت لكم صومو وهاد الزويف عاوتاني واختاريت لكم الموف هادو الوان اللي تقريبا دارجه في هاد الوقت الوان صيفيه وزوينه نتمنى الفيديو نال الاعجاب ديالكم نقدر نزيد لكم لفه حجاب اخرى